مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة هتكون فيها العديد والعديد من الأخبار كالعادة، أخبار متنوعة سواء فيما يتعلق بآخر التطورات في الكرة المصرية والرياضة المصرية كمان، وفيما يتعلق بالأخبار المحلية، وأخيرا والأهم بالنسبة لنا دايما أخبار نادينا العظيم النادي الأهلي وكل ما هو جديد يخص هذا الكيان. خلينا نقول لحضراتكم ان الجزء الثاني من حلقه النهارده هينورنا وشرفنا في الاستوديو بالاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، وهنتكلم في كل الامور وكل الملفات على الساحه الرياضيه المصريه تحديدا في الفقره الاخيره من حلقه كلام في الميديا النهارده وهي الفقره الحواريه. قبل ما نتكلم في بعض الامور نروح نشوف اهم وابرز عناوين حلقه النهارده، يلا بينا. الأهلي نحافظ على حقوقنا ونراعي المصلحة العامة. فايلر يجتمع مع جهازه المعاون لتحديد خطة الفريق بعد تأجيل الدوري. الأهلي يدرس إقامة معسكر خارجي خلال التوقف. البدري يرفض مواجهة منتخب قوي قبل انطلاق تصفيات أفريقيا. أزمة في المنتخب بسبب شرط القيادة. الليلة محمد صلاح يعود لتشكيلة ليفربول أمام جينك في دوري الأبطال. رسميا 18 ديسمبر موعدا جديدا للكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد. طيب الكلام اكيد لازم نتطرق في بعض الامور بالتحديد فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة في بطولة الدوري واللي خلاص يعتبر انتهت بشكل نهائي بعد بيان الاتحاد المصري لكرة القدم بالأمس وبعد خطاب وزارة الشباب والرياضة وكل هذه الأمور في ظل تدخل وزير الشباب والرياضة مؤخرا وزيارته للكابتن محمود الخطيب في منزله سواء للاطمئنان على حالته أو لإيجاد حلول لأزمة بطولة الدوري والتأجيلات وكل ما يتعلق بالامور اللي حضراتكم تابعتوها على مدار الاربع خمس ست ايام اللي فاتوا كده. وازمات كانت معروفه واحنا اتكلمنا بوجهه نظر معينه ووجهه نظر اكيد النادي الاهلي وهي امور اكيد كانت غايه في الاهميه، لكن الاهم دلوقتي ايه؟ ان الاهم ان اتحلت الازمه. بايا كان الشكل ايه هو اللي اتحل بيه الازمه دي، لكن خلاص الازمه خلصت. والاهم ان احنا نركز في اللي جاي، لكن انا دايما يعني لازم ابقى صريح وصادق مع مشاهدينا. لما هتيجي تتكلم معايا على مصلحة البلد فأنا جزء من الدولة، أنا مؤسسة من ضمن مؤسسات الدولة، ده شيء طبيعي جدا. طب إيه اللي اتغير؟ اللي اتغير إن كان في بعض الشكوك عند المسؤولين في النادي الأهلي، شكوك بتتمثل في إن البعض كان بيتكلم بلسان الجهات الأمنية وده اللي أثار الشكوك عند المسؤولين بعد ما تأجلت المباراة، فبالتالي كان طبيعي جدا ان يكون في موقف. لكن بما ان في تأكيدات أمنية خصوصا بعد زيارة الغير مسبوقة وحدث فريد من نوعه لما يبقى وزير الشباب والرياضة يروح لرئيس النادي الأهلي في بيته ويتكلم معاه، فبالتالي انت اتأكدت ان في خلال الفترة اللي جاية جوانب أمنية وأسباب أمنية تمنع إقامة مباريات الأهلي والزمالك. طالما أنا اتأكدت فخلاص أنا ما عنديش مشكلة، أنا مصلحتي من مصلحة الدولة. عمر ما الدولة هتطلب شيء وحد يقف قدامها. كلنا بنحب مصر وكلنا بنقف جنب بلدنا أيا كانت إيه الظروف، أيا كانت إيه الأمور، أيا كانت إيه الأحداث. لكن لازم في الآخر بعد ما الأزمة انتهت إن إحنا ندور على المتسبب، ما ينفعش نسكت على كده. يعني ما ينفعش لحد هنا أزمة خلصت وعدت وخلاص، لا، نشوف ازاي نتفادى تكرار هذه الأزمة. واحنا دايما بنتكلم في الحلول، دايما مش عايزين أزمات تتكرر. المتسبب في الأزمة ايه باختصار؟ ان بعض المسؤولين بيطلعوا يتكلموا بلسان الأمن. فلما انت بتتكلم بلسان الأمن
فبتبان اتجاهاتك انت عايز ايه. فبالتالي لما يخرج قرار فهعرف مين اللي سعى نحو هذا القرار. فبالتالي طبيعي جدا، طبيعي جدا ان انا كمان ادور على حقوقي، انا كمان احاول اشوف ايه اللي حصل بقرار باخده كنادي مثلا او كمؤسسه من المؤسسات. فدايما يا ريت كل المسؤولين، كل المسؤولين يخليهم في حالهم، ما حدش يتطرق لاي امور ما تخصوش، اتكلم بلسان ناديك فقط، لا تتكلم بلسان الامن، لان انت كده بتعمل مشاكل، بتخلق ازمات احنا في غنى عنها، واخرها الازمه الاخيره اللي انتهت. فبالتالي الفتره اللي جايه لازم كلنا نفكر في مصلحه مصر وفي مصلحه الدوري المصري، بما اننا بنتكلم في الرياضه، وخصوصا النادي الاهلي دايما كان بيسعى في كل البيانات اللي بتصدر منه او كل التصريحات من مسؤوليه وراء مصلحه الدوري المصري، المصلحه العامه هو ده الاهم، المصلحه العليا للبلد هو ده الاهم، محدش يقدر يختلف اطلاقا اطلاقا على جزئيه مهمه زي دي. لكن في بعض الاحوال خلاص لما البلد نفسها او الامن نفسه وهو شايف كده، وهو شايف الموعد المناسب اللي ينفع يتلعب فيه مباراة الأهلي والزمالك سواء مع نهاية الدور الأول أو قبل كده كمان طبقا للرؤية الأمنية، بعد التأكد طبقا للرؤية الأمنية، خلاص مفيش مشكلة، طبيعي جدا جدا. أنت جزء لا تتجزأ من البلد وجزء لا تتجزأ من مؤسسات الدولة، من ضمن المؤسسات دي مؤسسة مهمة جدا وجهات مهمة جدا هي الجهات الأمنية. لما الناس دي تقول أوكي يا جماعة تلعبوا الماتش، هتلعب الماتش، هتقول لك الماتش في ميعاد الفلاني مفيش أي مشكلة طالما انت متاكد ان الموضوع متعلق بايه؟ بالامن. القصه كانت في ايه باختصار؟ ان ما كان في شكوك. شكوك ناتجه عن ايه باختصار برضو؟ زي ما قلنا في البدايه، ناتجه عن تصريحات بعض المسؤولين. اللي بيحاول يقول لك انا وطني وانا اللي اديت لكده وانا اللي عملت وانا الكلام من ده. فدي او كل التصريحات دي هي المتسببه في الازمه. الحمد لله الازمه انتهت ايا إن كان الشكل ايه؟ ايا كان الخسران من الكسبان، مفيش حد خسران وكسبان خالص. زي امبارح ما قلنا قبل ما اي بيان يطلع خالص من وزاره الشباب والرياضه او من الاتحاد المصري لكره القدم، قلنا الكل خسران، للاسف الكل خسران من هذه الازمه. الكره المصريه خسرت من هذه الازمه. اجلت مباريات وكان ده طلب النادي الاهلي، وافقت له على طلبه بعد زياره الوزير. اكيد هتخرج بعض المكاسب، واكيد هتفقد بعض المكاسب الاخرى اللي انت كنت بتسعى ليها، وهي دي الدنيا، طبيعي في اي ازمه ممكن تخرج بامور ايجابيه بالنسبه لك وامور سلبيه بالنسبه لك. لكن الاهم ان الحل ارضى الجميع. الحلول اللي ظهرت امبارح كانت مرضيه للجميع، هو ده الاهم. احنا عايزين الكل يبقى مرضي ومحدش يجي على حقوق حد، لان ده مهم جدا، واهم شيء بالنسبه لنا هو مصلحه الكره في مصر. فخلاص نتمنى من كل المسؤولين عدم تكرار هذه الأزمات، نتمنى من كل المسؤولين في كل الأندية في الاتحاد المصري لكرة القدم مراعاة انتظام المسابقة، مراعاة وتجنب تكرار مثل هذه الأزمات، عشان نبتدي نعيش حياة كروية رياضية مميزة في مصر. ده اللي احنا بنتمناه ونفسنا، زي زمان كنا بنشوف الكرة في مصر كانت كويسة جدا في حضور جماهيري وفي مباريات منتظمة، وكانت الأمور ماشية بشكل كويس. نفسها الحياة الطبيعية تعود للرياضة المصرية وبتحديد لكرة القدم خلال الفترة اللي جاية. أزمة وانتهت، وأكيد النادي الأهلي دايما بيعلي المصلحة العليا للبلاد وبيراعي هذه الجزئية، وده شيء مفروغ منه طبعا، لأن أهم حاجة بقى سيبك أهلي زمالك إسماعيلي أي أهم حاجة الدولة، أهم حاجة مصر، محدش يقدر يختلف على الجزئية دي خالص. فده فيما يتعلق بالأزمة. نتكلم الفترة الجاية في منتخبات مصر، المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، وهم مقبلين على بطولتين او تحديات مهمه، يعني بطوله للمنتخب الاولمبي هتاهله باذن الله لاولمبياد طوكيو، ومهم قوي ان هو يفوز بالبطوله دي خصوصا ان هي في مصر، بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه، وتصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021 للكبار في الكاميرون للمنتخب الاول. بما اننا ابتدينا حدثنا بالمنتخب الاول بالتحديد في هذه الجزئيه، فانا عايز اقول تساؤل، تساؤل والرأي في الأول وفي الآخر لمين؟ لحضراتكم، وأكيد للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام البدري. الأزمة اللي يعني خلال الساعات السابقة الكل بيتكلم فيها وفيما يتعلق بشرط القيادة الخاصة بالمنتخب،
وشفنا تصريحات الكابتن حسام البدري في لقاء تلفزيوني بالامس، قال ان احنا لسه ما حسمناش هذا الامر، مما اثار العديد من التكهنات عند الشعب المصري المهتمين بالمنتخب وبالرياضه المصريه والكره المصريه. فالبعض قال لك كده كابتن حسام البدري بيحاول ان هو يدي محمد صلاح شرط القياده في ظل تواجد لعيبه كبار جدا جدا في منتخب مصر واصحاب تاريخ مبهر في المنتخب، وعلى راسهم احمد فتحي اللي هو الطبيعي جدا طالما هو موجود في منتخب مصر يبقى هو كابتن المنتخب. بالتالي احنا عايزين حضراتكم تفكروا كده معانا، مين اللي يستحق يكون كابتن منتخب مصر؟ بنتعاطف مع صلاح، بنحب صلاح جدا، بنشجعه في اي حته في اي ماتش بيلعب فيه، لكن لما تيجي تتكلم في الاقدميه وفي الخبرات وفي رصيد البطولات وفي الانجازات مش هتلاقي غير احمد فتحي. احمد فتحي شارك في كل البطولات اللي ممكن تيجي في دماغك، اي بطوله تيجي في دماغك احمد فتحي شارك فيها. خد 3 امم افريقيا من 5 مع منتخب مصر شارك فيهم، خد بطوله الامم الافريقيه للشباب، شارك مع المنتخب الوطني الاول وهو عنده 17 سنه، خد 3 دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي بخلاف بطولات السوبر سواء الافريقي او المحلي وبطولات الدوري، شارك في اولمبياد، شارك في كاس العالم للانديه، شارك في كاس القارات، يعني كان ناقص بس يلعب في كوبا امريكا مثلا، اعتقد ان هو شارك في دوري ابطال اسيا، اعتقد يعني انه قعد فتره لعب فتره في الخليج، فتره كانت انتقاليه كده. فهو سؤال احنا بنقوله لحضراتكم، راينا معروف بس دايما الراي الاول والاخير بيبقى للمشاهدين من خلال تقييمهم للامور، فهو تساؤل احنا بنطرحه عليكم، واكيد البعض ممكن يقول احمد فتحي والبعض ممكن يقول محمد صلاح، لكن احقاقا للحق بصراحه بصراحه احمد فتحي طبيعي جدا طبعا موجود في المنتخب يبقى هو كابتن مصر، ما فيهاش اي جدال ولا اي نقاش، بما انه تاريخ كبير وعظيم ومن ريحه الحبايب الناس اللي جابوا لنا بطولات كتيره جدا سواء للمنتخب الاول او كمان للنادي الاهلي او للانديه المختلفه اللي ساهموا مع المنتخبات الوطنيه في مختلف الاعمار السنيه في بطولات كتيره جدا. فنتمنى ان الازمه ما تكبرش، نتمنى ان الجهاز الفني بقياده الكابتن الكبير كابتن حسام البدري مدير فني منتخب مصر يحاول ان هو يلم الامور وان الازمه ما تكبرش خالص، لان ده مش هيكون في مصلحه الكره المصريه او مش مصلحه المنتخب يعني بالتحديد، واحنا مقبلين على مباراتين في تصفيات الامم الافريقيه، والعلاقات دايما ما بين اللعيبه بالنسبه احمد فتحي ومحمد صلاح علاقتهم كويسه جدا مع بعض، لكن هو التساؤل هل احمد فتحي هيبقى مستريح نفسيا باختيار زي ده؟ محمد صلاح نفسه هيبقى موافق على حاجه زي كده؟ مش عارف. طب لو مش احمد فتحي موجود، عبد الله السعيد اللي هو في الغالب بيكون موجود، ما هل ممكن يوافق كده؟ طب بلاش احمد حجازي النني اللي لعبه قبل محمد صلاح ممكن يوافق. هي ازمه بصراحه واتجاه مش عارفين هيخلص على ايه، لكن دايما دايما لما يكون عندك لعيب بقيمه احمد فتحي ما ينفعش تطرح هذا الامر، واكيد القرار في النهايه بيبقى للجهاز الفني لمنتخب مصر في ظل تواجد نجمين بهذه القيمه والقامه سواء احمد فتحي بتاريخه او محمد صلاح اللي مشرفنا في الدنيا كلها ونتمنى له دايما التوفيق. ده فيما يتعلق بقضيه شرط القياده بالنسبه لمنتخب مصر الاول، لكن انا عايز اتكلم بالتحديد على مران الفريق النهارده لان في اخبار كتيره جدا فيما يتعلق بالتدريبات، واحنا عارفين الفتره دي النادي الاهلي بيواصل تدريباته بشكل طبيعي، يعني حتى ما فيش اي اجازه بعد تاجيل الدوري بشكل رسمي وتاجيل مباراه الجونه بناء على طلب النادي الاهلي وبناء على القرارات اللي خرجت واللي اتكلمنا فيها خلاص مش عايزين نتكلم فيها تاني، لكن اكيد هنتناول بعض الامور دي برده مع ضيفنا العزيز الاستاذ عصام شلتوت في الجزء الثاني من الحلقه. فالاستعدادات مستمره بالنسبه للنادي الاهلي وتدريبات مميزه جدا ومهمه جدا طبقا لبرنامج جديد هيتم وضعه بخصوص تدريبات الفريق خلال المرحله اللي جايه سواء فيما يتعلق بمعسكرات خارجيه ومباريات وديه ببرامج بدنيه وفنيه، كل هذه الامور هيتم تعديلها من قبل المسؤولين او من قبل الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. في بعض الاخبار خرجت كده باصابه محمد محمود نجم النادي الاهلي خلال التدريبات، فاحنا عشان نعرف حقيقه هذه الاصابه نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي والمتواجد هناك في مقر النادي بالجزيره وتحديد ملعب مختار التتش عشان نعرف اخر التطورات ايه. يا شريف مساء الخير عليك. شريف شريف معانا شريف يا جماعه؟ طيب احنا هنحاول نتواصل مع شريف شعبان. الاخبار اللي طالعه او اللي خارجه من
معانا شريف؟ ماشي يا شريف، مساء الخير عليك. مش معانا شريف يا جماعة، مش سامعه. طيب هنحاول نجيب شريف مرة تانية، مهمة قوي لأن نعرف الأخبار اللي بتتعلق بالتحديد. بالتحديد أهم سؤال بالنسبة لي هيبقى إصابة محمد محمود. الموضوع عبارة عن إيه بالظبط؟ يا شريف مساء الخير عليك. لا يا جماعة، شوفوا حل في التليفون، مش هينفع كل شوية أقول له مساء الخير وما يردش عليا يعني. طيب بالتالي موضوع إصابة محمد محمود، هو تعرض لإصابة في المران، إصابة في الركبة. أنا عايز أتأكد هل هي ركبته اللي عمل فيها العملية ولا ركبة الأخرى، ولا الأمور ماشية إزاي، الإصابة عبارة عن إيه، عايزين نطمن بصراحة. لو شريف فيه يا جماعة مشكلة إن هو يخش معانا، اسألوه أنتوا وقولوا لي، يعني اسألوه وقولوا لي إيه الإصابة عبارة عن إيه، اسألوا لي بالتحديد في الموضوع ده يعني. فبالتالي نتمنى إن الإصابة تكون بسيطة. هو محمد محمود اتخبط في ركبته، او وهو بيتمرن حس بالام في الركبه، فبالتالي خرج من المران راح مستشفى المعلمين بجوار النادي الاهلي، عشان اكيد هيبقى فيه اشعه، او اكيد هيبقى فيه اطمئنان وفحوصات طبيه للاطمئنان على ركبه اللاعب، ولاعب مهم قوي. نتمنى له يا رب تكون الاصابه خفيفه. يا شريف معانا؟ شريف تحياتي ليك زميلي امير ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا شريف. اهم سؤال بالنسبه لي، طمنا على محمد محمود، ايه اللي حصل؟ الاول خليني اطمنك طبعا على محمد محمود، ان الكل بتسال على محمد محمود وتليفونات وناس كلها عاوز تطمن. هو محمد محمود يمكن كان عنده خبطه في الركبه وراح الان يعمل اشاعه، وفي انتظار عودته او يجي النهارده او يبلغ الدكتور خالد محمود بعتيبه الاشاعه باذن الله ما فيش حاجه، لان هو خارج ما بيزكش، وهو راح يعمل اشاعه كمان برضه خارج ما بيزكش، فباذن الله باذن الله سليمه وشبه حاجه كبيره باذن الله باذن الله تكون كده مش اكتر باذن الله. التشخيص المبدئي ايه؟ يعني لو انت تواصلت مع الدكتور خالد محمود، او يعني طمنا يا شريف. انت عارف الدكتور خالد محمود ما بيتكلمش خالص غير بعد صدور الاشاعه. فقال لي مش هعقب الا بعد طلوع الاشاعه، بس باذن الله خير. طب دكتور خالد ما بيعرفش يعني يجمل كلامه، فلو كان في حاجه كان هقول انا شاكك في حاجه، ربنا يستر. لا هو قال باذن الله خير. طيب بس مش هنتكلم لما تبقى الاشاعه. طب هل الركبه هي الركبه اللي كان فيها الاصابه ولا الركبه الثانيه؟ هي كانت الركبه اليمين. اليمين. بص يا زميلي امير، عشان برضو ما نعملش قلق للناس على الفاضي، نستنى يعني الاشاعه تطلع. طيب يا شريف، الموضوع هيبقى خير. طيب يا شريف، انت شايف مشيته الحمد لله كويسه ورايح يعني المستشفى؟ لا هي ماشيه كويس، وماشيه كويس ما بيزكش، فلا الدنيا باذن الله خير. هي مش اكتر من كدمه باذن الله، ثلاث اربع ايام باذن الله بكثير باذن الله، يعني باذن الله باذن الله ان شاء الله. نتمنى ان الامور تكون بسيطه بالنسبه لنجمنا محمد محمود، وعودته في الحقيقه كانت منتظره بالنسبه لنا جدا، وان شاء الله تكون اصابه بسيطه جدا. يا شريف طمني بقى على اخر اخبار الفريق والتدريبات النهارده. خليني اقول لك ان النهارده طبعا المران كان في الرابعه عصرا، ويمكن بداوا بجري حوالين الملعب، وكان في تسخين، وكان في دوائر بالكره، ثم كان في تقسيمه كبيره شارك فيها المفرح طبعا لجماهير النادي الاهلي مروان محسن بالواقع او القناع على الوجه، شارك في التقسيمه بكل قوه. التقسيمه كانت كبيره شويه، ما كانتش طول الملعب، ولكن كان في جزء من الملعب صغير بس قصه مستر فايلر، بس التقسيمه كانت كبيره جدا، تعلق فيها نجوم كتيره على راسهم مروان وقفشه والشيخ شحات وعجائب سليمان وديانج ورطاطا، شدت كل انظار المتابعين. وكان في اكثر من اصابه في هذه التقسيمه، الكل بيحاول يثبت للراجل حماسه الشديد، يمكن الراجل وقف التقسيمه وحذر من التكالنج والخشونه في التقسيمه. لعيبه النادي الاهلي يمكن معذورين، الكل عاوز يثبت نفسه، فالكل عاوز يلفت نظر الراجل ليه، فبيلعبوا التقسيمه كانها مباراه رسميه، فللاسف دي اللي بتعمل اصابات. فالراجل حذر النهارده كذا مره، النهارده طلع وقع ثلاث اربع لاعبين بس الحمد لله قاموا. الراجل لما لقى التقسيمه قويه جدا راح خفف من قوه التقسيمه، وبدا يدي تعليمات اكتر منها علشان خاطر تبقى تهدى. الكل عنده حماس، الكل بيجتهد، الكل عاوز يلفت نظر الراجل، الكل عاوز الفتره المقبله يشارك في التقسيمه او يشارك في التشكيل الرئيسي للنادي الاهلي. على الجانب الاخر تمرين الحراس، الشناوي، اكرامي، علي لطفي، مصطفى شوبير، اربع حراس تالق النهارده ملفت للنظر،
يمكن الراجل النهارده بيعمل حاجات كتيره في التمرين جديده، مدرب الحراس يمكن حاطط زي مواسير في الارض وعليها بيرش عليها ميه، مش حته الكوره فتخبط في الماسوره فتغير اتجاهها، رد فعل الحارس. فعلى نهايه المران بداوا يتعاملوا مع الكرات بكل اقتدار الاربع حراس، ما شاء الله على مدرب الحراس حاجه جديده، كل يوم بنشوف حاجه في التمرين ان شاء الله على الاربع حراس، تألق ملفت للنظر باذن الله. كل هذه التمارين تاتي بثمارها في المستقبل القريب للنادي الاهلي، ويكون الاهلي عنده اربع حراس على كفاءه عاليه. وما انساش طبعا احمد طارق الحارس الخامس باذن الله، الخمس حراس باذن الله هيكونوا لمصر حاجه فخر لمصر الفتره المقبله. وزي ما قلت لك مروان شارف ولفت الانظار، يمكن كانت في جلسه طويله النهارده بعد نهايه المران مع مستر فايلر ومحمد هاني، يمكن الراجل كان حريص يتكلم معاه حوالي ربع ساعه في ارض الملعب. تاهيل مازال مستمر لكريم نيدفيد والمحمود متولي، محمود متولي خلاص باذن الله بتتكلم في يومين ثلاثه، يمكن بكره الاهلي عنده تمرينه في الرابعه عصرا، وهيكون يوم الجمعه ويوم السبت اجازه. باذن الله يوم الاحد باذن الله يكون محمود متولي بيشارك في تمارين النادي الاهلي. يمكن دي كانت ابرز كواليس تمرين الاهلي. اطمنك زميلي امير في الاخر ان باذن الله باذن الله محمد محمود يعمل اشاعه تكون بسيطه باذن الله. يا ريت يا شريف لمجرد ما يخرج اي نتائج او اي تصريحات لدكتور خالد محمود تبلغنا على طول عشان نطمن جمهور النادي الاهلي. عايز اسالك ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه معسكر بالنسبه للنادي الاهلي مباريات وديه، قول لنا استقروا على حاجه ولا لسه؟ ما فيش اكيد مباراه وديه لحد دلوقتي، هو بكره في تمرين بعد كده في اجازه يومين وبعد كده في تمرين تاني. الى الان ما فيش تم الاعلان عن مباراه وديه، كل اللي بيقال ان في معسكر الفتره المقبله وهيكون فيه المباراه الوديه. المعسكر فين؟ في ثلاث اربع دول معروضه على النادي الاهلي، فلسه النادي الاهلي بيفاضل ما بين هذه الدول، ولكن الاقرب وليس بصفه رسميه هي دوله الامارات. طيب مروان محسن بعد وصول القناع بيشارك في التدريبات وبيلتحم بشكل طبيعي؟ بشكل طبيعي، والنهارده متالق وملفت النظر النهارده، واحرز النهارده ثلاث اربع اهداف ما شاء الله، يمسك الخشب ولا اروع ولا اجمل ما شاء الله. يا شريف انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، واللي طمنا بشكل كبير جدا على بالتحديد التدريبات طبعا واصابه محمد محمود، لان الناس كتير بتتكلم في الاصابه دي، هنشوف ان شاء الله بعد الاشعه والفحوصات الطبيه بالنسبه للاعب هنعرف الامور ايه، وان شاء الله باين ان هي كده هتبقى بسيطه يعني مفيش اي حاجه باذن الله. طيب قائمه المنتخب الاولمبي، القائمه الاوليه او المبدئيه اللي اختارها الكابتن شوقي غريبي المدير الفني لمنتخبنا الوطني الاولمبي استعدادا لبطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه اللي هتنطلق من يوم 8 ليوم 22 من الشهر القادم، والمؤهله لاولمبياد طوكيو 2020. حراسه المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي ومصطفى شوبير. خط الدفاع اسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، احمد رمضان بكم، ومحمد عبد السلام، ومحمد صادق، واحمد ابو فتوح، واحمد ايمن، وكريم العراقي. خط الوسط اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، احمد حمدي. خط الهجوم او الخط الوسط المهاجم رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور، عبد الرحمن مجدي، محمد محمود ان شاء الله يكون سليم ويبقى معاهم باذن الله. مهاجمين كل من مصطفى محمد وصلاح محسن واحمد ياسر ريان وناصر منسي، وهيتم طبعا تصفيه ال 29 لاعب عشان يبقى 21 لاعب هم بس اللي يكونوا موجودين في قائمه المنتخب الاولمبي في هذه البطوله، نتمنى لهم كل التوفيق فيها ان شاء الله باذن الله. امبارح كان في مباريات في الشامبيونز ليج، مباريات كانت مهمه وكانت مثيره جدا في الحقيقه، نقول نتائجها سريعا ونقول مباريات اليوم. امبارح اتلتيكو مدريد فاز على بايرن ليفركوزن بهدف لا شيء لالفارو موراتا. شختر دونيتسك الاوكراني تعادل مع دينامو زغرب 2-2. باريس سان جيرمان فازت على كلوب بروج 5-0 في هاتريك لكيليان امبابي. وايضا يوفنتوس الايطالي عاد من التاخر للفوز بنتيجه 2-1 على لوكوموتيف موسكو بهدفي باولو ديبالا، هدفين كانوا حلوين جدا بصراحه. مانشستر سيتي 5-1 على اتلانتا بايضا هاتريك لرحيم ستيرلينج. توتنهام هوتسبير 5-0 وبدايه وعوده جديده لتوتنهام على حساب النجم الاحمر من صربيا. اولمبياكوس اليوناني خسر 3-2 من باير ميونخ.
في ملعب اولمبياكوس، وجالاتا سراي خسرت من ريال مدريد في فوز مهم جدا ريال مدريد بهدف لا شيء احرزه توني كروس. مباراه اليوم لايبزيج الالماني هيلاعب زينت سان بيترسبورغ من روسيا، اياكس امستردام من هولندا هيلاعب تشيلسي الانجليزي، سلافيا براغا هيلاعب برشلونه، سلافيا براغا من التشيك، انتر ميلان مع بورشا دورتموند، المباراه هتبقى قويه جدا، جينك البلجيكي مع ليفربول في مباراه ايضا هتبقى مميزه، ونجمنا المصري ان شاء الله محمد صلاح يعود في هذه المباراه، ريد بول سالزبورغ من النمسا هيقابل نابولي، وليل الفرنسي مع فالنسيا الاسباني، وبنفيكا البرتغالي مع ليون الفرنسي. المباريات كلها بتبقى مثيره في الحقيقه، مباريات الشامبيونز ليج. طيب نروح نشوف اخبار الاهلي في الصحف النهارده ايه. يلا مجله الاهلي، مصر فوق الجميع. مجلة الأهلي، بعد انتهاء أزمة القمة المصلحة العليا فوق كل اعتبار، اتحاد الكرة يستجيب لتدخلات وزير الشباب والرياضة ويؤجل الدوري. مجلة الأهلي، عبد الحفيظ بعد تأجيل الدوري، نفكر في المرحلة المقبلة بهدوء ولدينا عروض عربية لمباريات ودية، فايلر يحسم احتياجاته في يناير ولسه بدري على الدوري. الأخبار، الأهلي المصلحة العليا تحكم، مجلس الإدارة يشكر المسؤولين وإلغاء رحلة الجونة ومعسكر في الإمارات. الأخبار المسائي، الأهلي نحافظ على حقوقنا ونراعي المصلحة العامة، المدير الفني للأهلي يحدد أولويات المرحلة المقبلة قبل السفر إلى سويسرا. الأهرام، خمسة أسباب تبعد كهربا عن الأهلي في يناير، جناح حافز طلب 25 مليون جنيه، ولاعب سابق ينصح بعدم ضمه. هنرد. الأهرام الرياضي، السويسري يرفض مهاجمي المظالين. الأهرام الرياضي، رحيل حمدي فتحي مرفوض. الجمهورية، الأهلي مبسوط بالتأجيل، يدرس خوض لقاءات ودية. المسا، بعد تأجيل الدوري تدريبات الأهلي مرح وتهريج للتخلص من الملل، فايلر ركز على الكرات الثابتة والعرضية، وسمير وصبحي يتألقان، فقرة تدريبية بحمام السباحة ومعسكر خارجي للفريق. الوطن، أجانب وكبار الأهلي يطلبون أجازات خاصة، وبايلر يخطط لتجهيز البلاء، مروان يشارك في التدريبات الجماعية وبرنامج خاص لتجهيزه. المصري اليوم، بايلر يرفض بيع أزارو في الميركاتو الشتوي، الوديات تجهز السولية، ومتولي يؤدي المرحلة الأخيرة من التأهيل. مجلة الأهلي وعنوان مهم قوي، عنوان مهم قوي، مصر فوق الجميع. فبالتالي العنوان بيهمني والغلاف بيهمني جدا، لأن أنت دلوقتي لو حاطط لك نسر النادي الأهلي بيرفع على مصر، وده شيء مفروغ منه، شيء ما فيهوش نقاش، ما حدش يقدر يقول غير كده. بلدنا الأهم في كل الأحوال، في كل الأحوال. في بعض الأحيان بتحاول تدافع عن حقوقك، لكن لما تتضح الصورة بالتحديد في الفترة اللي جاية بقى مش اللي فاتت، الصورة توضح لك ويتقال لك كلام مهم جدا واتجاهات أمنية مهمة جدا خلال الفترة اللي جاية، فلازم هتراعيها، لأن زي ما قلنا في البداية أنت مؤسسة من مؤسسات الدولة ومؤسسة كبيرة جدا، فلازم أنت تكون سباق وقدوة لكل المؤسسات الأخرى اللي في الدولة، لأن أنت مؤسسة وراها جماهير غفيرة وعدد كبير جدا من الجماهير. فبالتالي في بعض الأحيان خلاص لازم تفكر في مصلحة البلد. حاولت تاخد بعض الحقوق، قدرت تاخد بعضها، لكن مش الكل، أو ممكن تكون الكل كنت بتحاول تاخده، لكن طبقا للظروف الخاصة بالدولة والتعليمات الأمنية لازم تنصاع ليها بكل تأكيد، بكل تأكيد. وقلنا الفرق إيه؟ الفرق ما بين دلوقتي والأيام اللي فاتت، إن الأيام اللي فاتت كان في تصريحات على لسان مسؤولين باسم الجهات الأمنية، مسؤولين ما لهمش علاقة بالجهات الأمنية، هما بيتكلموا باسم الأمن للأسف، فالتصريحات دي هي اللي بتعمل مشاكل، هي اللي بتعطل الكورة، بتوقف الدوري، بالتالي النادي الأهلي دور على حقوقه. لما اتضحت الأمور بقى المستقبلية بالنسبة للنادي الأهلي، فبالتالي في ارتياح بعد بيان
وزاره الشباب والرياضه والاتحاد المصري لكره القدم بالامس، وملف خلص خلاص، لكن يهمني قوي غلاف في المجله وعنوان المجله مصر فوق الجميع. مكملين مع مجله الاهلي وتصريحات للكابتن سيد عبد الحفيظ بعد تاجيل الدوري، بيقول احنا بقى هنفكر في الفتره الجايه والمرحله الجايه بهدوء. لا مش العنوان ده، اللي بعده يا جماعه. كابتن سيد حفيظ قال ان احنا الفتره الجايه هنفكر بهدوء ونركز في البطولات اللي عندنا وفي المباريات والتحديات المهمه جدا بالنسبه لنا، وعندنا بعض العروض العربيه لمباريات وديه، وفي الغالب كده الاقرب هيكون في معسكر في الامارات، يعني معسكر هيبقى اسبوع وهيتخللوا بعض المباريات الوديه وكلام من ده، وهيبقى شيء مهم قوي، خصوصا ان انت ما تنساش بالمناسبه انت عندك مدير فني جديد لحد دلوقتي، مدير فني لعب 6 مباريات بس في فتره قليله، لكن هو عايز ياخد كل الانطباعات النهائيه بنسبه مئويه 100% من خلال هذا المعسكر، ان شاء الله ما يتم الاستقرار عليه، وهنشوف وهنتابع خلال الفتره الجايه. نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل اخبار. يلا. اهلا بحضراتكم من جديد. نكمل اخبارنا بالتحديد اخبار الاهلي في الصحف، ونروح لجريده الاهرام. جريده الاهرام قالت ايه النهارده؟ 5 أسباب تبعد كهربا عن الأهلي في يناير، جناح قفز طلب 25 مليون جنيه ولاعب سابق ينصح بعدم ضمه. طيب احنا هنرد على الجزئية دي في حدود قليلة قوي، حدود قليلة قوي. كهربا لا بعيد عن النادي الأهلي ولا قريب من النادي الأهلي. لو مستر فايلر طلب التعاقد مع كهربا، المسؤولين في النادي الأهلي هينفذوا بس كده، مش على اكتر من كده بالنسبه لموضوع كهرباء، لا بعيد ولا قريب. ده فيما يتعلق بهذا الخبر عشان نوضح للناس برضه. نروح للاهرام الرياضي. الاهرام الرياضي بتقول، لا الاهرام الرياضي اللي بعديها، احنا عندنا خبرين من الاهرام الرياضي، خلينا في اللي بعديها. رحيل حمدي فتحي مرفوض، ويا جماعة برضو عايزين نأكد في القصة دي عشان محدش ياخد انطباعات خاطئة عن اللاعب. اللاعب ما طلبش الرحيل، اللاعب بالعكس عايز يعمل إنجازات مع النادي، عايز يبني تاريخ مع الفريق. هي دي شخصية حمدي فتحي، وهي دي عقليته وتفكيره. ممكن فترة من فترات أي لاعب يفكر في موضوع احتراف لو جاله عرض مميز أو كلام من ده، ده طموح شخصي لأي لاعب يعني، لكن هو في نفس الوقت موجود في اكبر نادي في افريقيا في الشرق الاوسط، هو النادي الاهلي، النادي اللي دايما بينافس على كل البطولات. فاللاعب نفسه ما طلبش انه يمشي، الموضوع محسوم يعني. فبالتالي وارد انه ممكن يجي له بعض العروض، رغم ان مفيش اي عرض رسمي يوصل لحمدي فتحي حتى الان للنادي الاهلي، لكن طبيعي ان اي لعيب في النادي الاهلي مش حمدي فتحي بس ان يجي له عروض، لان هو لاعب في النادي الاهلي، فطالما هو لاعب في النادي الاهلي فكواليتي عالي جدا، فالعروض تلقائي جدا هتجي له وبعد كده بيتم دراستها. لكن حتى الان مفيش عروض رسميه لحمدي فتحي، وحمدي فتحي ما طلبش الرحيل، واللاعب مكمل مع النادي الاهلي وعنصر مهم جدا، وما كملش سنه مع النادي لحد دلوقتي، فهو لسه ما عملش حاجه مع الفريق. ان شاء الله الفتره الجايه يكون اضافه قويه زي الفتره السابقه، وشفنا تالقه المميز جدا في الملعب في الحقيقه. الجمهوريه، الاهلي مبسوط بالتاجيل؟ اه طبعا مبسوط بالتاجيل جدا، دي نقطه. نقطة تانية، يدرس خوض لقاءات ودية، ده اللي هيكون موجود مؤكد يعني خلال الفترة الجاية، انت عندك توقف تقريبا اكتر من 30 يوم كمان لحد اول مباراة بالنسبة للنادي الاهلي في بطولة الدوري، بعد كده مباراة النجم الساحلي في يوم 29 في بطولة دوري ابطال افريقيا، البطولة الاهم والاغلى واللي بينتظرها الكل يعني من الجماهير الاهلاوية. فبالتالي اكيد هيبقى في ماتشات ودية خلال الفترة اللي جاية يعني، شيء مؤكد يعني. طيب اخر خبر عايز اعلق عليه من المصري اليوم، بتقول ايه؟ بتقول فايلر يرفض بيع ازارو في الميركاتو الشتوي، وده صحيح، واحنا اكدنا على حضراتكم ازارو موجود في النادي الاهلي ومكمل مع النادي الاهلي الى ان يجد جديد، الى ان يثبت ازارو سواء تالقه او ممكن يكون في وجهه نظر فنيه، لكن لغايه دلوقتي ازارو مكمل مع النادي الاهلي، ومستر فايلر متمسك بكل اللاعبين. الفتره اللي جايه بالمناسبه هيبقى في جلسه ما بين مستر فايلر ولجنه التخطيط وكابتن محمود الخطيب عشان يستقروا على بعض الرتوش كده فيما يتعلق بالتعاقد مع بعض اللاعبين والاستغناء او خروج البعض على سبيل الاعاره. ده هيكون خلال فتره لاحقه يعني ايام قليله قادمه يعني. الوديات تجهز السليه، السليه الحمد لله بقى سليم وهو كان كده كده كان جاهز يعني. متولي يؤدي المرحله الاخيره وان شاء الله يعود قريبا جدا محمود متولي لاعب مهم. طيب اخبار الاهلي في المواقع نشوفها.
بوابة الأهرام. فايلر يجتمع مع الخطيب لحسم الصفقات الشتوية في الأهلي. فيتو. فايلر يجتمع مع جهازه المعاون لتحديد خطة الأهلي بعد تأجيل الدوري. الجمهورية أونلاين. رغم تأجيل الدوري فايلر يرفض منح راحة للاعبي الأهلي. فيتو. بينكل يعيد تجهيز برنامج إعداد لاعبي الأهلي. موقع الكابتن يكشف طلب الخطيب إقامة معسكر خارجي في سويسرا. اليوم السابع معسكر إماراتي للأهلي في نوفمبر يشهد مباراتين وديتين. الشروق. رغم بيان النجم الساحلي الأهلي ينفي انتهاء أزمة سليماني كولوبالي. الوفد. الأهلي يترقب مصير الكأس. في الجول. ناجي محمد الشناوي الأفضل في مصر، طور نفسه بطريقة مرعبة. 1-3. نجم الأهلي يذبح عجلا في الفتش. طيب نعلق على الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي في المواقع. نبتدي ببوابة الأهرام واللي بتقول إيه؟ بتقول إن فايلر يجتمع مع الخطيب لحسم الصفقات الشتوية في الأهلي، وده هيكون اجتماع لاحق يعني خلال الفترة الجاية، زي ما كتبت لحضراتكم من شوية هيكون اجتماع مهم وهيتم الاستقرار فيه على بعض الأمور طبقا لاحتياجات المدير الفني. موقع فيتو. فايلر اجتمع مع جهازه المعاون لتحديد خطة الأهلي بعد تأجيل الدوري. خلاص أنت الخطط بالنسبة لك بتتغير، كان المفروض عندك ماتشات وتأجلت، فبالتالي انت دلوقتي ما عندكش ماتشات، عندك فتره طويله، فالفتره دي هتحدد فيها البرنامج الانسب بالنسبه لفريقك عشان يكون مستعد للفتره اللي بعديها اللي هتكون غايه في الاهميه في الحقيقه. نروح للجمهوريه اونلاين وبتقول رغم تاجيل الدوري فايلر يرفض منح راحه للاعبي الاهلي. بالعكس هيبقى في بكره او يوم الجمعه والسبت راحه، النهارده ايه الاربع، بكره خميس في تدريب عادي، جمعه والسبت هيبقى راحه بالنسبه للاعيبه، وبعد كده يرجعوا بعد كده ان شاء الله يستأنفوا تدريباتهم. فيتو. بتقول ان بينكل مخطط الاحمال في الفريق يعيد تجهيز برنامج اعداد لاعبي الاهلي بالتحديد من الجانب البدني، وهيشوف بقى طبقا لاقرب مباراه سواء وديه بقى او رسميه كلام من ده هيحط هو برنامجه البدني الخاص بالفريق، يعني ده طبيعي. الكابتن بتقول ان هي بتكشف يعني طلب الخطيب اقامه معسكر خارجي في سويسرا. في بعض الاقتراحات او بعض الدول المطروحه يعني يكون فيها معسكرات للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، لكن اقربهم الامارات، يعني هو لحد هذه اللحظه يعني لسه الامور كلها بيتم دراستها بشكل كامل، لكن الاقرب هيكون في الامارات، ممكن يكون في مدينه العين كمان، يعني لسه هنشوف. اليوم السابع بتاكد وبتقول ان معسكر اماراتي للاهلي في نوفمبر يشهد مباراتين وديتين، وده الاقرب زي ما قلت لحضراتكم. الشروق. رغم بيان النجم الساحلي الاهلي ينفي انتهاء ازمه سليماني كولوبالي. امبارح النجم الساحلي كده طلعوا قالوا ان الازمه خلصت خلاص وصفينا الامور مع النادي الاهلي، لكن الموضوع لحد هذه اللحظه لسه ما انتهاش بشكل رسمي، لان النادي الاهلي ما اعلنش عن انتهاء لهذه الازمه بشكل نهائي ورسمي، فبالتالي لسه الازمه مستمره وهنشوف هتخلص على ايه، لكن ان شاء الله خير وفي طريقها للانتهاء يعني فيما يتعلق بسليماني كولوبالي الهارب من النادي الاهلي. في الجول. تصريح للكابتن احمد ناجي، طبعا النجم الكبير ومدرب حراس المرمى السابق للنادي الاهلي ومنتخب مصر، واللي بيقول ان محمد الشناوي الافضل في مصر، طور نفسه بطريقه مرعبه. هو كان ليه تصريحات مهمه قوي امبارح اعتقد او اول امبارح، واتكلم على افضل الحراس في مصر، قال بكل تاكيد محمد الشناوي قدر ان هو يطور نفسه بشكل كويس، قال كمان على طول مركز ملتزم ومنضبط سواء داخل الملعب او خارج الملعب، فده شيء مهم قوي، وقال من اهم المميزات عند الشناوي ان شخصيته قويه ومميزه كلاعب وكحارس مرمى، فده اللي ساعده على التطور السريع، فكلها في الحقيقه ايجابيات لاحسن حارس في مصر خلال الفتره الحاليه فعلا هو محمد الشناوي، نتمنى له استمراريه سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب الوطني المصري. دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، اخبار محليه وعالميه نقراها سريعا. يلا البوابة سبورت. البدري يرفض مواجهة منتخب قوي قبل انطلاق تصفيات افريقيا. سوبر كورة. عبد الله السعيد وفتحي يبعدان محمد صلاح عن شارة القيادة في منتخب مصر. بوابة فيتو. طارق مصطفى اجتماع جهاز المنتخب ووضع النقاط على الحروف. بوابة الأهرام. لاعبو الأولمبي خارج معسكر المنتخب الأول في نوفمبر المقبل. ما طبيعي.
الكابتن كاف يستعجل الملف الطبي للاعبي المنتخب الاولمبي. اليوم السابع الجونه يرسل عينات الكشف الطبي للمنتخب الاولمبي. الوطن سبورت المنتخب العسكري يخسر بهدف نظيف ويودع كاس العالم. بوابة اخبار اليوم وليد هويدي يحذر لجنه الحكام مسلسل الاخطاء التحكيميه يعرقل مسيره المقصه. بوابة الشروق اليوم 8 مباريات في ختام الجوله الثالثه دوري ابطال اوروبا. ليفربول يسعى لتفادي سيناريو الموسم الماضي ونابولي يواجه ريد بول سالزبورغ. بوابة الوفد مدرب جينك اتمنى عدم مشاركه محمد صلاح هم اضعف بدونه. صدى البلد لاعب عالمي مدرب ليستر سيتي يتحدث عن محمد صلاح واصابته. في الجول مدرب استون فيلا تريزيجيه كان مؤثرا امام برايتون وانظروا الى المحمدي. دوت مصر رسميا 18 ديسمبر موعدا لمباراه الكلاسيكو بين برشلونه وريال مدريد. يلا كوره ذا صن مانزوكيتش مستعد لخفض راتبه لاتمام انتقاله الى مانشستر يونايتد. موقع كوره طلب ميسي يكلف برشلونه 200 مليون يورو. سبورت 360 مانشستر يونايتد يعاقب مشجعه بسبب سلوك عنصري. اس عربي مبابي يدخل التاريخ ويتجاوز انجاز ميسي. يورو سبورت عربيه نادي الماني يخطف مورينيو من ريال مدريد. بطولات رئيس نابولي يفتح الباب لضم ابراهيموفيتش في الميركاتو الشتوي. طيب اخبار كتير محليا وعالميا هنتكلم في تفاصيلها في فقره حواريه غايه في الاهميه مع ضيف كبير وناقد رياضي كبير هو الاستاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع وهنستفيض في كل الملفات وكل الامور على الساحه المصريه الرياضيه بالتحديد. استنونا بعد فاصل. الناقد الرياضي الكبير استاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي اليوم السابع بينورنا وشرفنا اليوم في حلقه كلام في ميديا. استاذ عصام اهلا بيك. انا متشكر على ذوقك طبعا وانت اللي منور وجمهور قناه الاهلي العظيم وكل المصريين طبعا. اهلا وسهلا بحضرتك ودايما بنتشرف بتواجدك معانا وعندنا ملفات كتير جدا عايزين نتكلم فيها. يلا بينا. ابرز ملف اللي انتهى خلاص وعايز اخد تعليقك بعد انتهاء الازمه اللي كانت موجوده بخصوص بطوله الدوري. الحقيقه غلاف مجله الاهلي النهارده حسم الملف ده مصر فوق الجميع. صح. يعني عارف الجمل اللي ما ينفعش فيها اعتقد ولا بد لا بلا اي كلام يوضح لابد ان يعي الجميع ان هناك ازمه حقيقيه. الشقة الواحدة يا أمير وانت وانا وكلنا ولاد المناطق المصرية بقى فيها شقاق اسمه الأهلي والزمالك. لا يجوز أبدا اللعب على زيادة مساحة هذا الشقاق. كم كان عظيما أن يلتقي رجل دولة وأنا كتبت ده امبارح دكتور أشرف صبحي مع كابتن محمود الخطيب الذي استدعى مجلسه ممثلا عن الجماهير والجمعية العمومية لمناقشة أمر هام وعاجل هو الحقيقة أو حقيقة ما يحدث حين تعلق الأمر من جهات محترمة شايلة الدولة دي نصب أعينها وشايلاها على رأسها ومش محتاجين نقول أن كلهم مشروع شهيد يوميا وعلى مدار الساعة. أزنوا أنه للأمن كلمة قال النادي الأهلي نعم وأكدت الدولة أن هناك معايير وبالتالي هنسيبنا بقى من بيان هنا وكلام ركيك هنا ومشعلي يعني مش هقول الفتنة مشعلي نار الغيرة بين أخين شقيقين ما كانتش موجودة كانت موجودة بس كانت إيه المنافسة في الملعب يعقبها في كل مناطق مصر بكل المستويات الاجتماعية.
نقاش وتهريج ما يطلق عليه الآن تحفيل، لكنه في حدود. ما كانش حد يقدر يكسر أزايز الشربات اللي بتتوزع حين يفوز الأهلي أو الزمالك أو العكس. ما كانش حد يقدر يمنع هتاف ضد النجوم زي الكابتن علي خليل، زي في الأهلي الكابتن الخطيب، زي المجري، ونجوم كثر طبعا، لأنه ما كانت بتتاخد بابتسامة جماهير الكرة، كانت بتتاخد بضوابط عدة هي مزروعة فينا. من فين حضرتك؟ من الإعلام، من شوية ثقافة، من المدرس، من حوش المدرسة، من الإذاعة المدرسية. أنا مش بقول كلام تنظير ولا كلام كبير، كلام لازم نحتاط أنه نستعيده، علشان هذا الكلام بيمشي البلد قدام. صح. فعليا يعني. وبالتالي حين كانت مصر هي المقصد، تم عمل اللازم، وأعتقد أنه بشقيها السياسي والكروي والفني بردت قضية كادت أن تسخن الشارع سخونة غير عادية وغير محمودة. وبالتالي عندنا طلبات كتير من اللجنة، اللجنة اللي جاية وقصدها تفعيل بنود ما هو دولي، ما يجعل مصر مش شبه العالم، مصر زي العالم. لم تقدم منها شيئا حتى الآن. احنا مش ضد الشباب، لكن احنا ضد قلة الخبرة. صح. وبالتالي أين ما يمكن أن يكون ملفات سريعة جدا؟ السنة بتمر بسرعة يا أمير. طبعا السنة اللي هيتولوا فيها الكورة، خلي بالك أن السنة دي أوبشن عشان مصر. كان يمكن أن تكون ثلاثة شهور. صح. وفقط. صح. فيعود مرة أخرى ربما بالانتخاب اللي ده لوحده عايز قصة. ليه؟ لأنه إغراءات، عدم وجود رابطة محترفين للدوري الكبير أو للإيجيبشن ليج وهكذا، يجب أن يسمى، لأن مصر في أفريقيا، وأنا قلت لحضرتك قبل كده، زي ألمانيا في أوروبا وأسبانيا وأي بلد في البيك فايف أو في الدوريات الخمسة الكبار. عشان كده بيتاخد الفلوس تصرف نفقات على درجة تانية. طيب هنرجع نتكلم برضو في الموضوع ده، بس عايز اروح سريعا للشريف شعبان عشان نطمن على محمود. واضح ان في تطورات. اتفضل يا شريف، اهلا بيك. اهلا موجود يا زميلي امير والاشيك ناقد رياضي في مصر استاذ عصام شطور. اهلا وسهلا بيك. طمنا يا شريف. تواصلت مع حد قريب جدا من محمد محمود. العمليه في القدم اليمنى اصابه في القدم اليسرى، يعني غير لا في حته سقطت في الحوار. بيقول ان الجراحه كانت في القدم اليمنى والاصابه النهارده في القدم اليسرى، يعني بعيده عن الصليبي خالص. الحمد لله. هو في استفسار امير. صدق. الحقيقه كان يعني حطه فنيا، اللي هو امير اللي انت قلت يا ترى في لعبه ولا ما احنا ده اللي عايزين نساله، بس هو الخط قطع فلما يرجع. فاللي بقوله لك انه الملفات دي محتاجينها جدا جدا، لانه الرابطه دي إنشاءها ما هو الصعب، إنشاءها معناه أن الأندية تبيع وتشتري وتسوق، ومن ثم رابطة أخرى بعدها على طول لدوري اللي هو يفترض أن يسمى الدرجة الأولى على فكرة. بالزبط. مش الدرجة الثانية ولا الممتاز به. صح. وبالتالي هذا ملف عاجل جدا. ملف آخر التحكيم وسنينه، كابتن جمال غندور إلى وقت قريب كان يخرج محللا ويعني يدفع بكل ما هو نقد، هنقول بناء يا سيدي، ولو ان انا ضد بناء وهدام دي، لان انا لما اقول لك لازم تبقى احسن مذيع، انا ما غلطتش فيك يا سيدي. انا بقول لك ان الاذاعه او المذيع له 1 2 3، حضرتك كاملهم ما فيهاش اي حاجه. لما يبقى الحوار عن انه 18 مليون هو رقم كبير قوي عشان الفار يبقى موجود، يبقى ده هزار الحقيقه، يعني هزار كروي. ليه؟ لانه ده يجيبوا ربع اعلان، ربع اعلان، لكن من يسوق؟ من ومن ومن؟ هذه الملفات الساخنه. طبعا. قلنا 2 منهم. الثالث وهو الاكثر اهميه، تطبيق اللوائح. النهارده منع مشجع من استاد المان يونايتد على خلفيه نداء عنصري واحد للمره الاولى. اللوائح بتطبق يا استاذ عصام، مؤكد، مفيش هزار. اذا الدوله المصريه بما هو لوجيستي قدمت لنا مونديال 2019 الذي فزنا فيه باهم من الكاس الفنيه، عزيز علينا طبعا، بس الحمد لله عندنا نجوم كبيره الى ان نستعيد طموحنا. لكن خدنا كاس تنظيم مونديال افريقي. صح. بالشحن المعنوي للجمهور عبر كل التفاصيل الدقيقة، تدخل ازاي تخرج ازاي، الوان التذكرة مع الوان الممرات، بالحجز الاونلاين اللي كانوا بيخوفوا الشباب منه، بالفان اي دي في ثاني ظهور ليه بعد كاس العالم.
متى يطبق هذا حتى على مباراة فيها 200 نفر؟ انت عارف حتى فكرة العدد المحدود ده تسهل لك الإجراء، بدل ما بتطبق على 50 و70 ألف بتطبق على 500 فتبدأ العجلة تدور. شركات الأمن لماذا لا يفرض عليها أن كل مثلا شهر توفد 5 من منسوبيها والعاملين لمشاهدة مباراة كيف يؤمن الأمن؟ عشان كرة اللهب المتسارعة المتدحرجة في اتجاه الأمن وقواتنا المسلحة دي هذا يكفي جدا، هي تؤمن في المحيط ولا تقف للتذكرة وإنك أنت داخل ليه ومن أنهي باب وكذا. وبالتالي استخدام البوابات الإلكترونية دي الملفات اللي عايزين نقول لاتحاد الكرة والسيد عمرو الجنايني نحتاجها وهنحط لك عندها عاجل جدا جدا. طيب نرجع للشريف مرة تانية، اتفضل يا شريف طمنا بشكل نهائي على إصابة محمد محمود. اتفضل. طمنك زميل أمير إن الإصابة الجديدة طبعا في القدم اليسرى، والإصابة القديمة كانت في القدم اليمنى. من يعني سؤالي وإلحاحي عليه علشان أطمئن عليه بإذن الله خفيفة بإذن الله، الرباط الخلفي للركبة والرباط الأمامي للركبة بإذن الله سلام ما فيهمش حاجة، القصة كلها مش تخرج ما بين كتمة بسيطة جدا أو خبطة بسيطة جدا. هو كان في اشتراك يا شريف؟ لا ما كانش في اشتراك، هو لوحده مش يحمل على رجلي. صحيح. فحس على طول بوجع فوقف على طول وانصدع واتكشف عليه بشكل مبدئي. الحمد لله يعني باذن الله باذن الله الرباط الخلفي والرباط الامامي باذن الله سلام، وباذن الله بعد طلوع لا تصدر كمان ساعات اعتقد كمان ساعات باذن الله هيكون النتيجه مطمئنه. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي اصابه محمد محمود باذن الله اصابه خفيفه، مفيش الكلام اللي بيوسع الشغل ده كله خالص، الدنيا سهله باذن الله. طب الحمد لله. انا بشكرك يا شيف، شكرا جزيلا. شيف شعبان مرئيس قناه الاهلي، طمنا على محمد محمود ان الحمد لله الاصابه بعيده عن الاصابه الاولى اللي هي كانت رباط صليبي. مش عايز افتي فنان بس هو هتلاقيه ان شاء الله التواء يعني لفه. ممكن تبقى حاجه حاجه بسيطه الحمد لله. وهو طبعا بعد يعني قوته الحقيقه في استعاده يعني كل طموحه واصراره على العوده بدا يبقى دي علامات احترافيه. اول ما شعر بشيء توقف تماما، خد خبره. وده اللي انت شرحته للناس لما قلت فورا خرج مع المكالمه مع شريف، ما استناش بقى لغايه ما يتعب قوي فيبقى خارج بيسند او كذا يعني. كان مهم ان شاء الله، نتمنى له ان الاصابه تكون بسيطه ويشترك في التدريبات بشكل طبيعي سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب الاولمبي كمان، لان هو عنصر مهم جدا بالنسبه للمنتخب الاولمبي. طيب استاذ عصام، انا عايز اسال حضرتك كيف نتفادى تكرار مثل هذه الازمات اللي حدثت خلال الفتره اللي فاتت، بالتحديد الازمه الاخيره، وهتكلم بقى معاك واستفيد معاك في موضوع الفار بعد ما تجاوب على السؤال. لان احنا في ظرف البلد تحتاج تهدئه دائمه طبعا، وتحتاج طبعا قطع كل الالسنه اللي بتشوش والتي تستغل كل قدراتها السوداء في اصطياد ما لدينا هنقول من نواقص، مفيش مشكله. يبقى علينا ان احنا نضع فكره التأمين، مش هقول الأمن، الأمن موجود ولا ما كناش خرجنا وما التقيناش هنا وما عدناش على الكافيهات وما رحناش رحلات وكذا. على فكرة ونحن نتحدث الآن المملكة المتحدة إنجلترا ترفع حظر الطيران على مصر، شيء عبقري جدا. ده أمن ولا مش أمن حضرتك؟ يبقى نتكلم نقول إيه التأمين، يعني ببساطة أين المنسق الأمن؟ لا يوجد منسق أمن. صح. ربما بعض الأندية وهي قليلة جدا هي اللي لديها منسق أمن، لكن غاب المنسق الأمني في اتحاد الكرة وهو فرض عين. على فكرة انت جاي عشان تطبق رولز الاتحاد الدولي او قواعد الاتحاد الدولي، مش كده؟ يعني انت لما خدت الموافقة خدتها على اساس يبقى عندك لجنة في محل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لتطبيق كل القواعد الدولية على مصر التي تستحق هذا، وإلا ما وافق الفيفا أولا على أن الدولة عبر الدكتور أشرف تخاطبه وتقول له احنا ليه عايزين، لأن أنا عايز من ده اللي هو النمرة الأحدث. وبالتالي غاب دور المنسق الأمني. على فكرة كان على فترات حتى في زمن الهواية موجود في اتحاد الكرة، وأنا أذكر أن الرجل يعني عف اللسان طاهر اليد حرب الدهشوري ربنا يديله الصحة والأعلام لا تعرف طبعا، أول حضور لي في اتحاد كرة القدم أو على مائدة اتحاد كرة القدم كان برتبة المقدم موفد الداخلية، وكان هناك أيضا متهيألي هو اللواء فراب العزر رحمة الله وربما آخر يعني ممثل الجيش. ليه؟ لأن للجيش ما هو تجنيد أو لاعبين يبقوا مجندين وكذا، في وقت كانت الدنيا هواية، وللشرطة فكرة التأمين وخلافه
وايضا ممثل للتربيه والتعليم لما كانت وزاره واحده، لان في دوري مدارس ودوري ناشئين وشباب ودوري جامعات. شفت التنسيق كان في زمن الهوايه اكثر قدره على تفعيل المنظومه وجعلها اعلى نسخه في القاره وربما في الشرق الاوسط ونحن في زمن هوايه. طبعا غير دور اللواء الديب رحمه الله واخرين طبعا، وبالتالي فقدنا فكرة المنسق الأمني الذي يخاطب سريعا الأمن. عشان كده الجلسة التي جمعت بعيون وطنية مش هقول سياسية كابتن حمود الخطيب والسيد وزير الشباب طبعا والرياضة في وجود النسق الأمني، وحين تم الحوار عبر شخصيات في أهم صح الأجهزة صح مع الكابتن في حضور مجلسه رغم أنه مفوض، كان الكلام اللي اتكتب في عنوان المجلة مصر فوق الجميع. الجميع طبعا خرجش بقى هذا وذاك يقول لك هو الاهلي هيلعب الزمالك امتى، من انتصر لمن، دي ناس بتهزر، من من من. على فكره هناك من كانوا يهلهلوا ولا يستطيعوا تيشيرت الاهلي الان يتولوا امره الدفاع عن النادي الاهلي. انا بقول الاهلي خلي بالكم منهم. يا استاذ عصام اللي بيقول هو الاهلي هيلعب الزمالك امتى، لازم نساله سؤال، انت فرحان ليه؟ بايه؟ بالتأجيل. تأجيل ايه؟ الموضوع اكبر من كده. بس هي دي النقطة يا جماعة، فهو ممكن تقول كده، ممكن حد اهلاوي يرد عليك بطريقة تانية مستفزة، طب ليه انت بتعمل كده؟ على فكرة لا تكلف نفسك عناء ان احنا نتكلم بالظبط طبعا معاه وعنه كتير، مش أكيد عشان حاجة، علشان اللي قلناه واللي هو عنوان رئيسي لأي حد بيقول انا وطني، الا وهو انتهت الجولة صح لصالح مصر، وسنقدم خلال الأربعين يوم ولا حاجة مدلول لما هو جديد ان شاء الله ان شاء الله. وهنا يعني هنفاوض السيد عمرو الجنين لانه يملك من الخبرات وثقه الناس، انه بلاش بقى قلالات الخبره يتكلموا، قلالات الخبره يتكلموا، لابد من تفعيل دور يعني ادارات وضخ كفاءات الى جانب الشباب، لان دول اللي هيجوا في الحلقه الثانيه، مش هم اللي هيبداوا فكره التطوير، لكن هم بمزاج العام لطموح الشباب يستطيعوا في وجود خبرات انه يقول له ده في هناك جديد، انما صاحب الخبره لازم يظل موجود ليحمي النسخه الجديده او الفيرجن الجديد اللي هو الشباب ان شاء الله. وبالتالي انا بستغرب لما اتنين تلاته يبقوا عايزين يخرجوا. والحقيقه سمنت جدا يعني الدور اللي عمله دكتور جمال عبد الحميد، دكتوره سحر، دكتور جمال محمد علي ودكتوره سحر لما من البدايه عشان الناس تبقى عارفه قالوا لا مكملين وموجودين. والسيد عمرو الجناني في مهاتفه مع الوزير اكد ايضا انه لا المهمه ستستمر لانه اتى لصالح مصر، وبالتالي مش هننتبه لدول. وبقول للأهلوية افتكروا اللي كانوا بيدافعوا عن اللي بيشتم النادي الأهلي، الآن هم يتولوا ليعودوا للمشهد فكرة الدفاع عن الأهلي. في كمان آخر نموذج، افتكروا كويس اللي بيروح من حتة لحتة وحس إن هو بيتوارى فعايز يعمل مشكلة فيخرج يهتري على الأهلي عشان الناس تشتمه، ما في شهرة بالشتيمة برضه بالظبط، للأسف للأسف أو بالخروج عن الآداب. فلازم النماذج دي يعرفوها أنها يجب ألا تثمن، ويجب ألا حد يعني من الأهلوية يمشي وراها. وبالتالي هنقول هذه الصفحة أغلقت لصالح مصر، اللي عايز يرجعها تاني يبقى ليه نوايا أكيد، وهذه النوايا يجب أن يضبط أداؤه بسببها. مش أقول لك بقى يعني فليبعدوه أو يغلقوه، لا لا لا، يجب أن يسأل لماذا تفعل هذا. والحكاية بعد كده ما ينفعش فيها السبهللة صح. وبالتالي موقف عظيم للنادي الأهلي، لم يخرج مسؤوليه إلا للكلام عن دور للمجلس وللجماهير والجمعية العمومية لأن أنت تصور كده أنه الجمعية العمومية كانت طلبت والجماهير طبعا قبلها واقفة، واقفة بموافقة الأمن، فحين يطلب منها لا للوقفات هيقول لك طب في 10,000 راحوا مطار القاهرة للقاء بالزبط كرة اليد البيضاء، وهو طبعا يستحق التكريم من جمهوره أكيد أكيد، لكن في مكان حساس. هنا بقى اللعب على الأوتار، لما يجي ده يتقال خشية حدوث أي مصادمات يتقال لك يبقى القرار أبيض مش أحمر، أغلق الملف لصالح الوطن ده يا أستاذ أمير، وأنا بقولها لحضرتك، واللي هيرجع الصفحة يبقى عايز يعمل عنده غرض، فتنه غرض ومرض وزي ما انت عايز تسميها سميها. لازم نشكر بالفعل هذا الاداء من الدوله المصريه
وعظيم الأداء من الأهلي ومجلس إدارته وجمهوره في القلب، لم يستجب لدعوات خارجية، لم يستجب لمماحكات، لم يستجب لأفكار سوداء من نوعية خذلكم ناديكم. هو خناقة الحكاية، خناقة أو بلاش خناقة، هي مصارعة الزراعين أو لعبة الرزق خالص. لا طبعا، للأهلي حقوق، التنافس بيبقى في الملعب بس يا استاذ عصام. ارجو ان هذا التنافس يظل زي ما بدانا، جوه الملعب وفي مناطقنا وشوارعنا ونوادينا وكافيهاتنا ورحلاتنا، يبقى عن فكره التحفيل ابو دم خفيف. صح. اللي حتى لو انسحب الاحمر من القعده اللي البيض ماسكينه فيها او العكس، يبقى مش منسحب، هو متخانق معاهم. بالظبط، التحفيل باحترام، يبقى عادي، مفيش مشكله يعني. زي كل العاد يعني دي حاجة مش غريبة علينا على فكرة. ده شيء كان يحدث في هذه البلد العظيمة طبعا. أول مرة يفرق الجمهورين كان بسبب حماقات لم يحاسب عليها من فعلوها. عمرك ما كنت تشوف فكرة الملعب في النص في حاجز يعني. إن شاء الله سترتفع هذه الحواجز حين تطبق الاشتراطات. يا أخي الدولة بتقدم كل حاجة، النيابة العامة اشتراطات الفيفا سميتها اشتراطات النيابة لأن لها رجال أفاضل، وطبعا لكل الجمهور العظيم النيابة العامة تعرفها محامي الشعب. لما جابت الرولز بتاع الفيفا ما جابوش من عندهم الكاميرا والرقابة وقانون الشغب، جابوا ملفات ترجموها وهو ما يطلق عليه اشتراطات النيابة العامة، هي اشتراطات الفيفا. إذا لم تنفذها لجنة جاءت لتدفع الكرة المصرية في اتجاه العالمية. طب من ينفذها يا صديقي أمير؟ صح ولا لا؟ طبعا. وبالتالي احنا هنظل على امل وطموح في بكره افضل للكره المصريه، ولازم الكل يتحمل المسؤوليه مؤكد. والكل يساهم في اصلاح الكره المصريه مؤكد. وتقدمها، لان ده الاهم، وتطورها كمان. احنا ما نتطورش، احنا للاسف واقفين في الكره بالتحديد يا استاذ عصام، واقفين عند نقاط معينه مش عارفين نعديها. عايزين نعدي بقى هذه النقاط مع انتهاء هذه الازمه ونركز في اللي جاي. يا سيدي الفاضل، انت تملك 100 مليون بالظبط مناجم للمواهب. صح. قدرات عالية جدا في صناعة تبدأ بأنها أمن قومي وصناعة بهجة واستثمارات، بس استثمارات حقيقية وكذا وماذا، لكن أنت يدك مغلولة. النادي لا يستطيع أن يحدد إعلاناته، النادي لا يستطيع أن يؤكد أنه سيبيع تيشيرتاته، فيقول لك أصل في تيشيرتات بالبلد اللي يقولوا عليها مضروبة. حتى ده في أوروبا ليه حاجات محددة اللي هي النسخة المقلدة، يدوا بيها ترخيص لواحد، كل شيء مباح بالقانون واللوائح، شرعانوا كل ده يا جماعة. المشكلة حضرتك ولا عايز تخش انتخابات بحسب ما تعهدت بيه حين تم اختيارك، حضرتك بتعمل من أجل مصر، يا سيدي مصدقينك والناس قالت لك يلا نحن معك. طيب إيه المطلوب وإيه بقى قصة أنا جاي متطوع؟ لا لا، انت مش متطوع. عند دي بقى لازم نقف. لا لا. وانا لا اقصد تقادير رواتب، فحتى ده مش عيب. عليك مسؤوليه الله ينور عليك الاداره ومسؤوليه اصلاح الكوره. الله ينور عليك، لانه انت عارف فكره التطوع كنا بنقولها لاصدقائنا ممن يديروا الكوره واللي عاصرناهم. يا سيدي الفاضل، حتى هذا التطوع بيعطيك افضليه، مش بس أكيد. لانك بقيت شخصيه عامه. صح. تخيل ان انت بتبيع الهوا مثلا، مش هقول اسم اي يعني منتج، فلو بتبيع الهواء وبتدير كرة القدم أكيد كل الناس تشتري الهواء من عندك. أكيد. لو أنت بتدير صح، إحنا هنبقى سعدة إنه شغلك الخاص استفاد من الشخص العام لأنك بتدي وقت طويل للعمل العام. لكن الآن الاحترافية مش فكرة تتقاضى أجر أم لا، الاحترافية أن تتقي الله. صح. في هذا الوطن وأن تكون فاعل أساسي. على فكرة كل الأشغال لازم تكون بسير ذاتية، والروابط في البلاد التي مصر زيها بالظبط، ما عدا أن ما حدش بيفعل زي ما حضرتك قلت. الروابط ما بيتقالش بس كده أن الأندية ترشحهم، بيشوف سيرته الذاتية، هو قادم من مؤسسة قدر يرفع ميزانيتها، لأن هو اللي بيقول عايز جنيه ولا عايز 30,000 جنيه في مرتبه، لأنه يقول لك هبيع لك كذا وسواق لك كذا والمكاسب هتبقى كذا وتتعاظم الأحوال. وهذا تقريبا يعني ما يمكن أن يدفع به في ملف عاجل جدا للجنة الخماسية التي هي في محل اتحاد كرة القدم. من ضمن أهم الملفات كمان موضوع الفور.
طبعا، خصوصا لان لسه في اخطاء تحكيميه، حتى لو طبيعي في اخطاء تحكيميه لكن في كارثيه فعلا. هل في خطوات رسميه، خطوات جديه لاستخدام الفار يا استاذ عصام؟ لحد دلوقتي من لجنه خماسيه، وده ملف مهم قوي بالنسبه لهم لازم يخلصوه. استاذ امير، الاول عليا يعني انا تحديدا ان اوجه رساله للسيد جمال الغندور، تمام، القاتل في 5 شارع الجبلايه. حين كنت خارج المنظومه كنت تؤكد ان ما يحدث هو هزل، صح، وضد، صح، ما تريده للتحكيم المصري. ومن ثم حين تأتي لا تتحدث معي عن الأخطاء البشرية، تحدث معي عن الأخطاء البشرية لو كانت في نفس اللعبة هي. يعني يكون تقديرك لشلتوت وهو بياخد المج زي تقديرك لأميره وهو بياخد المج. ما يكونش ده حالة وده حالة، لا تلتمس عذر، وبالتالي انفض يدك وحاول أن تعلن للناس فكرة العقوبة، وده لا يعيب لا الحكام ولا صانع القرار. هذه واحدة. كل ما لدينا، مادام سألتني رسميا عن الفار، إن هنشوف، هنقدم مشروع، هنشوف هنقدم مشروع. أعتقد إنه الشركات الراعية في مصر هي شركات وطنية والرعاة مصريين، وأعتقد إن راعي واحد منهم يمكنه كفالة الفار وحده. طيب أنا معايا خبر مهم قوي يا أستاذ عصام. اتفضل يا فندم. الكابتن محمود الخطيب بيشكر وزارة الرياضة والقيادات الأمنية ويوضح بعض النقاط. الخبر طويل جدا فاحنا هنحاول بقدر المستطاع نقرأ بعض النقاط فيه. عبر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في تصريحات خاصة اليوم عن خالص شكر وتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبعض القيادات الأمنية رفيعة المستوى زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة لتشريفهم منزله وبذل الكثير من الجهد والوقت لإيجاد حلول التداعيات لتداعيات تأجيل لمباراة القمة. وقال إنه ممتن لحضور واهتمام وزير الرياضة والقيادات الأمنية وحرصهم على المصلحة العامة وتقديرهم للنادي الأهلي ولتوضيح الصورة والكشف عن الكثير من الكواليس الخاصة بتأجيل مباراة القمة بعيدا عن المغالطات التي ترددت في بعض وسائل الإعلام، وده برضو نوهنا فيه أو نوهنا عليه، وأنه تفهم الموقف ومعه أعضاء المجلس الذين تواجدوا في الاجتماع المشار إليه ورحبوا كالعادة بإعلاء مصلحة الوطن والتأكيد على احترام الرؤية الأمنية حسبما أشار الأهلي في بيانه قبل أيام. كما رحب مجلس الإدارة والكلام لا يزال على لسان الكابتن الخطيب بالاقتراح المطروح من قبل السيد وزير الشباب والرياضة في ضوء المناقشات التي جرت وتغيرت معها المعطيات الخاصة بقرار الأهلي السابق والمدون في بيانه بعدم خوض أي مباراة في بطولة الدوري قبل إقامة لقاء القمة. وأضاف أنه كان هناك تقدير من جانب النادي الأهلي لمصلحة البلد أولا ولزوال الأسباب التي ترتب عليها موقف النادي وما جاء في بيانه الأخير، وتضمن الحل المقترح في نهاية الاجتماع تأجيل مباريات الدوري الى ما بعد بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه، وان يجري السيد وزير الشباب والرياضه مشاورات مع الجهات الامنيه واللجنه المؤقته لاتحاد الكره لتحديد موعد مناسب امنيا لاقامه مباراه القمه والتنسيق مع الناديين. في ضوء ذلك اعلن اتحاد الكره موعدا مبدئيا لمباراه الاهلي والزمالك دون تحديد تاريخ اقامه اللقاء، موعد مبدئي دون تحديد تاريخ اقامه اللقاء والملعب الذي سيقام عليه. دي امور مهمه قوي. قلت لحضرتك ان هم حطوا في البيان ان بعد الدور الاول، ده مش صحيح. فيعني كلها امور مهمه وواضح بعض النقاط من هذه او من هذا الخبر بتحديد. النقاط: الرؤيه الامنيه لها احترامها وهيبتها، لم يكن من المنطق ان يتم الاعلان عن تاجيل مباراه في منتصف الليل، لان لازم يا جماعه اذكر الحاجات دي من ضمن النقاط اللي قالها الكابتن محمود الخطيب. واحد، الرؤيه الامنيه لا احترامها وهيبتها، ده شيء مفروغ منه. لم يكن من المنطق اعلان او يتم اعلان عن تاجيل مباراه في منتصف الليل، لابد ان يحرص اتحاد الكره على ثبات مواعيد جدول المسابقه. نتمنى عند تحديد موعد نهائي لاقامه مباراه القمه ومناسب امنيا في ضوء المشاورات المتفق عليها ان يكون هناك تنسيق مبكر مع كل الاطراف المعنيه حتى لا يتكرر ما حدث. نتمنى ان يقوم اتحاد الكره بمساعده الانديه، لابد من دعم الحكام المصريين ومحاوله تطبيق تقنيه الفار. بعض الامور وبعض النقاط المهمه اللي اكيد حضراتكم هتقروها. طبعا انا عايز اخد تعليق من حضرتك يا استاذ عصام لان ده توضيح مهم قوي. بقول لحضرتك هذا هو دور النادي الاهلي، هذا هو دور محمود الخطيب شفاه الله وعافاه، ويا رب يجعل كل يعني تعبه وجهده وتحمله واحتضانه لجماهير الاهلي قبل جمعيته في ميزان حسناته، لان هذا الوطن مش عشان الاهلي، عشان هذا الوطن. صح. ومن ثم احنا قلنا لو كنا بنحترم الناس هنقول الكلام كله مصداقيه، الان تاكد اللي كنت بكلم حضرتك فيه بالظبط، انه لا وجود لي قلة الخبرة، مش هقول كلام صغار، انك تطلع تقول هو الماتش اصله بعد احنا ايه بقى فكرة الهري دي بعد الدور الاول؟ مين قال لك؟ اللي تم الاتفاق عليه ها
من الدولة المصرية والنادي الأهلي علامة من علامات الوطنية أكيد العربية أكيد والمصرية والعالمية، أنه تقال الرؤية الأمنية بالاتفاق مع المشاركين، إذا كان ماتش أهلي وزمالك أو اتحاد أولمبي حتى، ما هو بس مش الأهلي والزمالك، هم رعايا هذا الوطن. ومن ثم هفكرك ب 48 ساعة فاتوا البارسا والريال حين طلب منهم بوضوح شديد إما أن تحددوا قبل 21 أكتوبر الجاري موعدا للقاء الذي أوقفه الأمن، بس هناك في مشكلة أخرى، لا ده حركة انفصالية في إقليم عايز يبقى وطن لوحده، ومن ثم هم حرين. لكن أقصد هذا هو تدخل الدولة، لكنها في الآخر عادت لبيان الأهلي أو الكابتن محمود الخطيب، وهو يعني يعتبر المتحدث في هذا الشأن نيابة عن المجلس، هو خبر على لسانه يقولوا لنا، هو ده الكلام صح. وانا اتفق وبدري، يعني ايه منتصف الليل؟ هو في شغل حاجة في منتصف غريبة الليل وشغل رياضه كمان، ما هي دي اللي اثارت الشكوك زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه، دي من بعض الامور اللي اثارت الشكوك، ده اللي بقول طبيعي جدا الاهلي ياخد قرار يعني. واخيرا تقنيه الفار بالظبط، هو اتكلم يعني فيها مش برضه. عايزين نبقى قساء، لانه طبعا النادي الاهلي من بدري ابتكر فكره التسويق وكذا، ويعي جيدا معنى الاستثمار ومعنى ان الرياضه صناعه، اهم مصانعها هو كرة القدم، مصنع عظيم جدا. وبالتالي يا أستاذي الفاضل وعلى مسؤولية العبد لله، راعي واحد من رعاة الكرة المصرية يكفل الفار بطريقة طبعا أو بأخرى طبعا، وتصبح مصر مثل مثيلاتها، خاصة التجربة اتعملت عندنا عندنا في أفريقيا. صحش كده يا جماعة، من ضمن النقاط كمان ضرورة تفعيل دور اللجان باتحاد الكرة، خاصة لجنة الانضباط والأخلاق، مش ده دي من مش ضمن ده طلبات الكابتن محمود الخطيب لماذا حين يرفع لها أي شيء؟ على فكرة هذه اللجان إذا كانوا في اللجنة الخماسية، وأنا دايما هوجه الكلام للسيد عمرو الجنايني لأنه تعهد أنه حين تولى هيخلي مصر زي المنظومة العالمية، وهو رجل كثير الأصفار بحكم عمله يعني، وشايف العالم قدامه ومصر لا تقل. وبالتالي هفكره أنه الفكرة دي ما هياش وليدة الصدفة. في جزئية مهمة قوي أنا عايز بس أكمل موضوع تفعيل دور اللجان وأقرأ النقطة دي بالتفاصيل. قال لك إيه؟ ضرورة تفعيل دور اللجان باتحاد كرة القدم، خاصة لجنة الانضباط والأخلاق، للحفاظ على استقرار المسابقات وإيقاف أي تجاوزات، خاصة وأن النادي الأهلي تقدم بثلاث شكاوي رسمية للجنة أو للجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة. الأولى كانت في عهد مجلس الإدارة السابق للاتحاد، واثنتان عقب تولي اللجنة المؤقتة الحالية المسؤولية، ولا يزال النادي الأهلي ينتظر البت في هذه الشكاوى. يعني عارف لما أقول لك اكتب ورايا، عارف اللجان دي دورها إيه؟ مش البت فيما يصلها، البت فيما تراه صح، عبر أجهزة التقنيات البث والفيديو وكذا، زيها بالظبط زي المسابقات. لجنة المسابقات والعقوبات بتجتمع في كل العالم يا أمير، لأنه مثلا لو أنا اديتك إنذار وكان لازم يبقى كارت احمر، مش هيغيروا يقولوا كارت احمر، لكن هيخلوا العقوبه بدل ماتش 10 مثلا او شد. تفعيل ما هو بث ودور رقابي، والا مش هتتنقى الكره. هو انت عايز تقول لي ان الراجل اللي اوقف بالعنصريه ده حد اشتكاه؟ لا، هم شافوه عرفوا سمعوه بالظبط. شكرا. نحن نطلب حقوق مصريه بحته في تحديث الصناعه دي يا جماعه. طيب، من ضمن النقاط برضو ضرورة قيام اتحاد الكرة بإخطار الأندية بلائحة الجزاءات التي يستند إليها عند تطبيق أي عقوبات للإطلاع عليها، وإبلاغ كل عناصر اللعبة بها لتجنب أي تجاوز. عارف ليه؟ قبل ما تنقل اتفضل، لأنه ما قيل أنك عليك فقط أن تنفذ ما يأتي إلي، يعني المفترض هواية احتراف دوري مدارس أن أنا بقول لك هتغيب يوم هنجيب ولي أمرك، هتغيب يومين هنرفدك طبعا. هو بيقول لك أنا هقول لك هرفدك فأنت تنفذ الرفد، لكن أقول لك البنية بكام والشنكلة بكام مش شغلك. يعني إيه مش شغلي؟ أنا علي عايز أعرف القواعد بالظبط. صح، ده مهم قوي. بيقول لك في نفس الوقت تكون هناك قناعة لدى الجميع بهذه العقوبات حال صدورها. من ضمن برضو النقاط الهامة بقى قوي، لابد من تكاتف كل الجماهير، ده كلام الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لابد من تكاتف كل الجماهير بمختلف انتماءاتها، وأن تقف خلف المنتخبات الوطنية وتساند الأجهزة الفنية واللاعبين لتحقيق طموحات الكرة المصرية. وكمان قال إيه؟ أثق بأن جماهير الأهلي الوفية سوف تستمر في مساندة فريق النادي الفرق النادي الرياضية بكافة المسابقات لمواصلة رحلة الإنجازات والبطولات على كل المستويات، وهذه الجماهير العظيمة تستحق كل الشكر والتحية. أعتقد أن النادي الأهلي ممثلا في الكابتن محمود الخطيب بيعطي للدولة حقوقها الكاملة في أنها سهرانة
على امن الوطن طبعاً ده طبعاً. حتى لو في هي صحيح صناعه هامه وصناعه بهجه وهي ايضا من ضمن ما يمكن ان تستخدمه كقوة ناعمه كره القدم، لكن خرج ليعطيها ويفسر لجماهير الكره جمعاء المطلوب اللي كنا بنتكلم مع حضرتك فيه كاعلاميين من جيلين مختلفين. يا جماعه في لجان يتم تفعيلها، في فار يبقى لازم يركب زي كده لما تبقى قاعد في مدينة كبرى ويقول لك أصل عنده كلوب ما عندوش لمبة، يا جماعة إزاي؟ ده أنت لو قلت لشركة يعني أمير للمض هاتيلي لمبة هتدخلها لك على حسابها حتى للشهرة، واخد بالك؟ وبالتالي بس يفعل كابتن محمود الخطيب كل طموحات المصريين في صناعة راقية جدا، صناعة أهم عنوان ليها أمن قومي، الناس بهجتها وحلاوتها هي كرة القدم، الحاجة الحلوة اللي المصريين بيستمتعوا بيها. مهما زعلت من كل الأفعال حولك حتى لو من أسرتك حين تذهب لملعب الكرة بتجد سعادة. شوف الناس بتغضب من مستوى الكرة ازاي ويروحوا على المنتخبات ازاي، صح ولا لا؟ طبعا. ويروحوا على الأندية أكيد. ازاي، صح أكيد. ولا لا؟ أكيد. حتى لو خسرت بطولات القناعة دي لازم تتحول ليقين بناس تيجي تدير بعدالة وبواقعية وبمنطقية. أمين. طيب عايز اخد من حضرتك رساله اخيره لنبذ التعصب، لان ده شيء مهم. وبالمناسبه يا جماعه احنا حتى واحنا في قناه النادي الاهلي لو حضراتكم متابعينا وبتلاحظوا كلامنا بيبقى عامل ازاي في اتجاه دايما نبذ التعصب، بنتكلم على الكل، بالتحديد بتكلم على البرنامج ده بنتكلم على كل منتهى الاحترام والادب اللي في الدنيا في الحياه، لان احنا فعلا بنحترم ونقدر كل المسؤولين في مصر وكل الجماهير بمختلف انتماءاتها. فبالتالي احنا عايزين ننبذ التعصب خلال الفتره الجايه. يا استاذ عصام رسالتك ايه؟ شوف هي حاجه من الاثنين، يا اما اروح باصص للكاميرا وقايل انشا ان هذا الوطن، هي انشا في محل الجد، هذا الوطن يستحق مننا عدم يعني الخروج بمأساويات بسبب تشجيع كره القدم. لكن الحقيقه عايز تنبذ التعصب، قل لرب الاسره الكرويه نفذ القانون. لما تيجي تنبذ الجريمه هتعمل ايه؟ هتنفذ القانون. صح. لن يعيق احد تنفيذ القانون، لن يكون للتعصب مكان في ملاعبنا وشوارعنا إلا بقانون يفعل على الجميع. هذا وبالله التوفيق، ملهاش أي رد تاني يا أستاذ أمين. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا أستاذ عصام، وأنا دايما استمتعت طبعا بتواجد حضرتك معايا كالعادة يعني. من ذوقك بس. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، واتكلمنا في ملف مهم جدا وهو ملف الأزمة الأخيرة اللي انتهت أخيرا، وإن شاء الله نتفادى تكرارها خلال الفترة الجاية لصالح الكرة المصرية والرياضة المصرية بشكل عام. دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من كلام في الميديا، انتظرونا وحلقة جديدة بكرة من نفس البرنامج. إلى اللقاء.